صباح الخير على الجميع. في فيديو جديد النهاردة من قناة اروح فين منين التومي مابس، معاكم احمد التومي. احنا النهاردة جماعة داخل القاهرة، هنتحرك اهو من يعني يعتبر من ناحية شارع المشير احمد اسماعيل كده في منطقة شيراتون. نبدأ الفيديو مع بعض ونشوف هنروح فين. المشير احمد اسماعيل يعتبر في ظهرنا، والاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا بره تعتبر ايه، تعتبر في ظهرنا. هيبان معانا المشير دلوقتي لما ايه، لما ناخد اليمين ده هيبقى المشير في وشنا. يعني بصوا يا جماعه كده، اول ما ناخد اليمين ده هو الشارع اللي في وشنا ده، هو ده المشير احمد اسماعيل. على اوله المبنى بتاع عامر جروب. احنا هنعمل يوتيرن من هنا كده، ده شارع الملتقى العربي. اسمه كده، اسمه الملتقى العربي. يطلعك على اتجاه طريق النصر كده يا جماعة، اللي هو الاوتوستراد. في البنك الاهلي على الشمال اهو، وفي اوضه كده تحت البنك حاطين فيها 2 اي تي ام فيهم سحب وايداع. الدوار ده جديد طبعا، والحته دي كده جديده. هناخد ايه؟ هناخد يمين عشان نطلع على ايه؟ على طريق النصر. اهو طريق النصر بيطلعك في وش ايه؟ فلوش لولو هايبر ماركت، اللي هو اللي قبل دخلة المطار. بس طبعا بيطلعك في اتجاه ايه؟ في اتجاه مدينة نصر وعباس العقاد بقى ومكرم عبيد والواصلة اللي هناك دي يا جماعة. لا عايز ترجع تاني خش يمين، ايه خش يمين من هنا يرجعك تاني. هناخد احنا شمال نخش شارع الصاعقة. شارع الصاعقة رابط ما بين طريق السويس وطريق النصر، يعني رابط الطريقين ايه، الطريقين ببعض. احنا كنا في طريق النصر اهو، بناخد شمال عشان نخش شارع الصاعقة. هيبقى طريق السويس احنا كده عمودي عليه. ادي الطيارات اهي باينة في الفيديو نازلة على مطار القاهرة. طبعا شارع الصاعقة كنا عدينا منه كذا مرة، أغلب الأنشطة التجارية الناحية التانية وكنا شرحناها قبل كده، إيه كنا شرحناها كذا مرة قبل كده.
اهو اللي في وشنا ده طريق السويس يا جماعة. لو هتاخد يمين هتروح اتجاه شارع الثورة ومصر الجديدة بقى وطريق العروبة وصلاح سالم والاتجاهات اللي هناك دي. انما لو هتاخد شمال من بعد ما نعدي الاشارة كده هنبقى في اتجاه ايه؟ هنبقى في اتجاه الطريق الدائري واتجاه السويس. يعني اللي رايح مدينة السويس او رايح الرحاب الشروق الدائري كل الكلام ده ياخد شمال. اللي رايح شارع الثورة او مصر الجديدة صلاح سالم طريق العروبة كل الكلام ده برضو ميدان الحجاز كلام من ده روكسي كل الكلام ده ياخد ايه؟ ياخد يمين. في وشنا على طول هو طعمية مارت بس قافل دلوقتي لسه ما فتحش. وده كوبري الأربعة ونص اللي احنا عدينا من تحته ده، أو في بعض الناس بتطلق عليه كوبري الجيش. وفي أنشطة تجارية كتير بقى تحت ايه؟ تحت الكوبري بتوع فول وفلافل وكبابجي وسوبر ماركت ومخبز يعني أنشطة تجارية لا تعد ولا تحصى وصيدلية. احنا المقصد من الفيديو ده ان احنا نمسك الطريق الدائري من طريق النصر بأسهل ايه؟ أسهل وسيلة وأسهل طريق كده. احنا فين؟ احنا في خدمات السويس اتجاه السويس، خدمات طريق السويس اتجاه السويس. هيقابلنا أول دخلة يمين مكتوب عليها التجمع ومحور الشهيد ومحور شينزو آبي. هنخش الدخله دي، انت لو طولت على طول هتلاقي الدائري قاطع السكه بالعرض قدام شويه. تمام؟ يعني لو ما دخلتش معايا الدخله دي وطولت طوالي هتلاقي اوريدي الدائري قاطع السكه بالعرض ايه ما يتوهش. بس احنا ايه بنعمل الفيديو ده كايه؟ كاضافه يعني حاجه ايه؟ حاجه جديده. عشان احيانا بتبقى ايه؟ بتبقى السكة زحمة قدام تلاقي الدنيا واقفة مش عارف ايه واتيفر يعني ايه اللي هيكون. بيقول لك على طول التجمع الاول وزهراء مدينة نصر ويمين زاكر حسين وحسن معمون ومحور الشهيد. احنا طوال يا جماعة. يعني بتلف ايه؟ بتلف الدوار وبتستمر ايه؟ بتستمر على طول. يعتبر اكن مفيش دوار وانت طوالي. يعني تعتبر الايه؟ المدخل التاني. هيقابلنا دلوقتي كوبري اهو مفترع طرق بيقول لك يمين طريق السويس وطيران الخلف وعلى طول اهو الطريق الدائري والتجمع الاول علوي. هنطلع احنا الكوبري العلوي ده بره. هيقابلك كوبري تاني بيقول لك يمين طريق المساخ وزهراء مدينة نصر واطلع الكوبري الطريق الدائري والتجمع الاول. هنطلع برضو ايه؟ هنطلع الكوبري.
طبعا زي ما حضراتكم شايفين بقى اليمين والشمال لسه كلها ايه، كلها اراضي بكر اهي. بس طبعا ايه مستقبليا هتلاقي كل ده اتبنى. اللي عايز يلف ويرجع بيقول لك النفق، خد النفق اللي على اليمين ده دوران الخلف، انما التجمع الاول والدائري زي ما احنا ايه، زي ما احنا طورنا. بص هيجي لك مفترق طوله بقى اللي جاي ده ايه، نخلي بالنا ايه، نخلي بالنا منه. يمين محور المشير والطريق الدائري والتجمع الخامس. اللي هياخد ايه، اللي هياخد اليمين اللي هو رايح على ايه، على المنيب بقى والبحر الاعظم والاتجاه ده كله. يعني هو دلوقتي فعلي الدائري ايه، الدائري تحت مننا يا جماعه. احنا هناخد المنزل التاني على اساس ان احنا عايزين الدائري، بس عايزين الاتجاه ايه، الاتجاه المعاكس اللي هو يبقى ظهرنا ووشنا لمحور سعد الدين الشاذلي ونفق السلام، وظهرنا للمعادي بقى والتجمع والوصله دي. كده احنا نعتبر وصلنا على خدمات ايه، خدمات الطريق الدائري. النازله اللي جايه هتبقى نازله السويس، والنازله اللي بعديها نازله المطار. تمام. وكده يا جماعه ايه، يبقى ايه، يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. جبنا من طريق النصر، ركبنا بيه الطريق الدائري. اسهل ما كنت تمشي على طريق السويس وتفضل مستمر لحد ما تلاقي الدائري قاطع السكه ايه بالعرض. يعني خدنا طريق النصر، طريق السويس، وعملنا الاختصاره اللي قلنا عليها. وادي بنزينه ايه، بنزينه موبيل اهي، فيها انزران وفيها 92 و95 وفيها سولار. وبكده يا جماعه يبقى ايه، يبقى الفيديو بتاعنا ايه انتهى. نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. استاذنكم اللي عجبوا الفيديو اعمل اشتراك في القناه ويدوس لايك. اللي ما عجبوش الفيديو اللي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه. ونشوفكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامه.